السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أم سارة. وبإذن الله هنبدأ مع بعض ورشة فانوس ميدالية. الفانوس دوت أنا هعمل ده، الفانوس دوت أنا اشتغلته بالخرز بتاع الاكسسوار بتاع الغوايش، فهتلاقيه بيلمع جدا، اللمعة بتاعته عالية قوي ما شاء الله، شكله جميل ووزنه تقيل، لأن الخرز ده تقيل، ده بيتباع بالفرع ما بيتباعش بالوزن. طيب في دوت، في ده عملته على القناة موجود، وده كمان موجود على القناة عندي، فانوس العواميد موجود برضو على القناة، والفانوس الكورنيش برضو موجود. فاحنا دلوقتي هنسمي الله ونستعين بالله ونشوف هنبدأ بإيه. أنا معايا خرز مقاس 8 كورة شفاف ومط، عايزة تشتغلي شفاف مع بعضه، مط لوحده، شفاف ومط مع بعض، مش هتفرق، انت وذوقك. طيب أول حاجة نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا الخرز مقاس 8 ومعايا خيط مقاس 50 او 45، وهشتغل بطريقة الفتلة الواحدة لعمل المجسمات. طريقة الفتلة الواحدة لعمل المجسمات بتسهل عليا الشغل كتير جدا، بتوفر في الوقت وبتوفر في المجهود وبتوفر في الخيط، وبتطلع الشغل بنفس طريقة الفتلتين. انا هبدأ الفانوس من تحت، من تحت خالص، مش هربط الستة اللي جوه الاول وبعدين ارجع اشتغل تحت وارجع اعلى فوق، لأ، أنا هربط الشغل عددي اللي تحت. العدد هنا 12، ده مقاسه 8 وده مقاسه 8، بس هنا أنا اشتغلت بديت ب 12، أنا هنا هبدأ ب 10، المهم إن يكون عدد زوجي. طيب بعد ما بديت ال 10 دول، أنا ده دي القاعدة بالنسبة لي بتاعت الفانوس، هرجع أشتغل خماسي على 2، يعني هحط 1 2 ثلاث خرزات ترتيب الالوان زي ما تحبي انت وراحتك. هقفلهم على خرزتين، اهو خرزتين من العشرة اللي انا اشتغلتهم تحت، هقفل كده، هعدي من قلب الدايرة وارجع في اول خرزة بتقابلني واقفل. خلاص دي اول واحدة، خماسي على 2، عدد الدايرة كلها بتساوي 5، مبنية على كام؟ على خرزتين. يبقى انا اول مرة حطيت 3، بعد كده من التانية لقبل الاخيرة هحط خرزتين بس، ادي 1 2، وهقفل على خرزتين تحت، اهو انا عايزة اقفل على الخرزتين دول، هعدي من قلب الدايرة وارجع في اول خرزة تقابلني واشد. نسينا نقول بسم الله نبدأ وبه نستعين. نفس اللي عملته دوت هكرره تاني لغاية قبل الاخيرة، خرزتين وهقفل على خرزتين من تحت، هكرر تاني واشد كويس، اهم حاجة شدي كويس، خرزتين كمان، بسم الله اهو كده ديت قبل الاخيرة. يبقى انا بديت اول حاجة ربطت 10، وبعد كده حطيت 3 خرزات قفلتهم على خرزتين من تحت من العشرة اللي انا ربطتهم، اللي هي القاعدة بتاعت الفانوس، وبعد كده من التانية لقبل الاخيرة حطيت خرزتين بس، دي العشرة اللي ربطتها في البداية، ودي اول 3، وبعد كده 2 2 2، اخر واحدة هحط خرزة واحدة بس، هي خرزة واحدة. هنا بقى هقفلها فين؟ انا ماليش دعوة بتحت خلاص، انا ماليش علاقة بالجزء اللي تحت اللي هو القاعدة، انا كل مرة كنت بحط وباخد 2 من تحت، مش هقفل تحت خلاص، هقفل من الاول دايرة انا عملتها هوصلها بالدايرة الاخيرة. دي كده تاني خطوة في الفانوس، الاولى ان احنا ربطنا 10، التانية دي. طيب اخد بالي من حاجة، العشرة اللي انا ربطتهم في البداية بعد ما اشتغلت الدور الخماسي على 2 لازم يديني نص العدد اللي انا حطيته تحت. تعالوا نشوفهم، 1 2 3 4 5، لو كانوا 4 يبقى غلط، شغلي غلط، لو كانوا 6 يبقى شغلي غلط. اي عدد هتبدأي بيه من تحت لازم هنا الخطوة دي يديكي نص العدد اللي بديتي بيه من تحت. انا خلصت بالظبط كده هنا القاعدة دي، الخطوة اللي بعد كده هشتغل رباعي على 1، يعني عدد المربع كله، عدد الخرزات كله هيكون معايا 4 خرزات على 1، يعني مقفولين على خرزة واحدة. يبقى انا هحط اول حاجة 3 خرزات وهاخدهم اقفلهم على خرزة واحدة بس، ادي هي اول خرزة، هعدي من تحتها وارجع في اول خرزة تقابلني
اللي هي رقم 3، انا لسه حطها دلوقتي هي رقم 3. طيب قاعدة ثابتة، اما بيكون العدد بتاعي في السطر بيكون العدد واحد، يعني ما فيش حاجة بالتبادل، يبقى العدد اللي انا بديت بيه اللي هم دلوقتي انا بديت بكام، انا بديت بتلاتة، العدد اللي انا بدأت بيه من الخرزة التانية ولغاية قبل الاخيرة هيقل واحد، يعني انا دلوقتي بديت بتلاتة، التانية هيكون التلاتة دول هننقص منهم واحد هيبقى هشتغل اتنين، ادي خرزتين بس، وهقفل على خرزة واحدة، هعدي من تحت الدايرة، وادي مش هوريكي تاني حاجة. بصوا انا حطيت خرزتين واحد اتنين، يبقى دايما اما بقفل الشغل بتاعي كده رقم اتنين دي هي اللي انا برجع فيها لانها هي اول واحدة بتقابلني اهو. يبقى انا بديت هنا تلاتة، بعدين اتنين اتنين اتنين، واخر واحدة هنقل واحدة كمان. طيب هوقف الفيديو واشتغل الحتة دي عشان ما نضيعش الوقت بس، ونكمل بإذن الله. اهو انا اشتغلت خلاص زي ما كنت بديت معاكم، اول واحدة حطيت تلاتة، وبعد كده اتنين، وبعديها اتنين، وبعديها اتنين، اخر واحدة هحط خرزة واحدة بس، هعدي بوصل اول مربع باخر مربع، عديت من اول مربع انا عملته ورجعت في الخرزة اللي انا لسه حطاها اهو، هيديني نفس الخمسة، هما نفس الخمسة اللي كانوا تحت، انا اشتغلت رباعي على واحد يعني هيديني هما. انا هنا اشتغلت دي، الدور اللي جاي هحط خمس خرزات ترتيب الالوان زي ما تحبوا، انا هحط اتنين ابيض واحد اسود واتنين ابيض اهو، خمس خرزات، وهقفل على خرزة واحدة بس اهي اللي انا هقفل عليها، بعدي من تحتها. الطريقة دي جميلة جدا جدا في الشغل، وبتسهل علينا الدنيا خالص، وبتطلع الشغل بفضل الله مشدود وكويس. وهرجع في اول خرزة تقابلني اللي هي رقم خمسة اللي انا لسه حطاها، قلت لكم قاعدة ثابتة، اي عدد انا ببدأ بيه في اول واحدة من التانية برجع اقل واحدة بس، يبقى انا حطيت هنا في البداية حطيت خمس خرزات، اللي بعديها هحط اربعة بس، ترتيب الوانهم ايه؟ انا طالعة من واحدة ابيض، ابص للي جنبها الناحية التانية في ايه؟ اللي انا طالعة منها دي مش هحسبها خلاص، انا فاضل لي اربعة، اهو الترتيب اهو شايفينه؟ يبقى واحد ابيض، معلش التليفون اتهز، واحد ابيض، واحد اسود، اتنين ابيض. لو هتشتغليه لأول مرة اشتغلي بالتبادل، يعني دور أبيض دور أسود، يعني لوني ده لون وده لون، وبعد كده تفناني في الألوان زي ما انت عايزة، المهم ان يبقى معاكي نموذج. طيب أنا هنا حطيت أول مرة خمسة، بعديها حطيت أربعة، يبقى هحط تاني أربعة أربعة، اللي هو نفس الترتيب اللي أنا عملته، اللي هو أبيض أسود اتنين أبيض. بسم الله الرحمن الرحيم، هنعدي من قلب الدايرة اللي انا عايزة اقفل عليها، وهرجع في اول واحدة تقابلني اهو، انا بص ما شديته هو الشغل نزل لتحت اهو، يبقى اول واحدة تقابلني هطلع كده لفوق بالابرة، خلاص هي اتقفلت اهي. اللي بعدها اللي عايزة تجري حتة من الفيديو في دي تجري وتخش على السطر اللي بعده، ابيض اسود اتنين ابيض، بعدي وبرجع. ملحوظة بسيطة، لو انت هتشتغلي الشغل دوت بخيط تخين اتخن من اللي انا بشتغل بيه، حاولي تخلي دايما معاكي خيط زيادة، يعني شوفي اول مرة قيسي الخيط معاكي مثلا قيسي 2 متر مثلا واشتغلي بيهم، شوفي هيتبقى بعد كده خيط قد ايه عشان ما تهدريش خيط، عشان الخيط ما يترماش حرام. شوفي هو انت مثلا خد معاكي متر ونص مثلا، يعني تقولي خلاص يبقى انا بعد كده هقص كل مرة متر ونص، لو الخيط قصر معاكي مش هتعرفي تربطي، هنا ده ما فيهوش ربط مش هتعرفي تربطي، فعشان كده لازم تاخدي خيط بالزياده. وصلنا لاخر واحده، هحط ايه؟ ابيض، انا كنت بحط ابيض اسود وكنت بحط اتنين ابيض، لا اخر واحده انا بقل خرزه كمان هيبقى ابيض اسود ابيض، وهعمل ايه؟ ماليش دعوه بتحت خلاص، انا بوصل الدايره اللي انا فيها باول دايره انا عملتها اهو، هعدي من اول دايره انا عملتها وهرجع في اول خرزه تقابلني اهي كده، اشد كويس، الدور انتهى. برضو انا عملت لونين عشان تشوفوا برضو ان الخمسة هم موجودين. طيب ده بالنسبة لي اللي خلص الدور ده، اللي بعده هنشتغل هنا بقى بالتبادل، هشتغل بالتبادل دور لون ودور لون.
طيب هحط دلوقتي هشتغل هخلي فيه وردة سودة، واحد اتنين تلاتة، مش شايفة تلاتة. انا هحط اول واحدة هقفل على هي كله هيتقفل خماسي بس بالتبادل. طب ازاي خماسي وبالتبادل؟ مش انت بتقولي خماسي يعني كله؟ لا هتفهموا انا قصدي ايه. حطيت اربعة اسود، انا عايزة اشيل ده كده، انا مش عارفة التليفون بيبكسل الصورة ليه مش فاهمة. طيب ادي اربعة اسود. هنا متاح معاكي تقفلي على ده او تقفلي على ده براحتك خالص، انا هقفل على الاسود هحط اسود. يبقى انا اهو عكست اهو، بصوا انا كنت بمشي كل مرة كده، هو كده او كده الاتنين واحد، بس انا عشان ارتب الالوان فالاسود ده هخليه كل الدايرة بتاعته سودة. هقفل خماسي على واحد اهو، الواحدة السودة هقفل عليها خماسي على واحد. يبقى انا حطيت اربع خرزات على الخرزة السودة اللي تحت بقوا خمسة. طيب ما انا برضو هقفل اللي بعدها خماسي على اتنين، يبقى انا هحط هنا عشان ارتب الالوان هحط واحد ابيض واحد اسود. انا حطيت لي واحد ابيض واحد اسود، هتشوفي دلوقتي انا هقفل مرة على واحد اللي هي لوحدها ومرة على الاتنين. دايما اقول الاتنين اللي ماسكهم ام دول اللي تحتيهم واحدة، انا بسميهم اتنين ماسكهم ام، بقول ده احمد وده محمد، واللي تحتيهم على طول دي امهم. ما ينفعش تفرقي احمد عن محمد، لازم اما تشتغلي تاخديهم الاتنين مع بعض. لو فرقتيهم عن بعض واشتغلتي في النص امهم هتدعي عليكي تبوظ لك شغلك. يبقى خليني دايما احمد ومحمد مع بعض. يبقى انا حطيت اتنين، واحدة ابيض واحدة اسود. خدي بالك الخيط لما يلف معاكي كده لازم تسلكيه تاخدي بالك اهو. انا حطيت لي واحدة اسود لان انا هقفل الدايرة دي تاني دلوقتي، فلازم انا هعملها كلها اسود، يبقى لازم الواحدة دي تاخدها سودة. طيب انا المرة دي هشتغل على واحد والدايرة اسمها خماسية، معايا الواحد اللي تحت ومعايا الواحدة اللي انا لسه معدية منها، دايما بسميها عامل مشترك. يبقى كده معايا اتنين من الخمسة، يبقى فاضل لي تلاتة اهم تلاتة. هقفلها كده، اللي عايزه تجري الفيديو في الحته دي خلاص تجري، انتوا عرفتوا ان الواحده هشتغل عليها خماسي والاثنين هشتغل عليها خماسي برضو، ترتيب الالوان براحتك. خلاص انا مش محتاجه اطول في الفيديو اكتر من كده، هوقف واكمل اللي انا عملته دوت، اللي هي الاثنين احط عليهم واحد ابيض واحد اسود، والواحده السودا دي هديها ثلاثه اسود، وهكذا الدور كله بالتبادل. انا وصلت لاخر واحده خلاص، ادي الوردات اهم. خلاص اخر واحده، انا بوصل اول دايره باخر دايره، يبقى انا هحط واحدة بس ابيض اهي، وهعدي من قلب الدايرة دي وارجع في الواحدة البيضة وشد، ادي الدور خلاص اتعمل. خلاص انا وصلت للدور ده. طب اللي بعد كده هشتغل المرة دي على تلاتة. انه تلاتة دايما بشبهها عشان ما نتلخبطش، انا عديت خلاص في واحدة هروح معدية في اللي جنبها، لا انا لسه معدية فيها هعدي في اللي جنبها. لو انت مغيرة الالوان انه تلاتة، لو اي لون انت حطاه، بعلم دايما عشان ما نتلخبطش، بقول في خرزه تحت نازله وفي اتنين حواليها يمينها وشمالها طالعين لفوق، دول التلاته اللي هاخدهم مع بعض. بفكركم بقى بشبهها بتشبيه بسيط كده، بقول اللي واقفه ديت انسان واقف بيدعي ربنا فرافع ايده الاتنين، ايده الاتنين اعلى من راسه، ايده الاتنين فوق وراسه تحت شويه، فانا هاخد التلاته دول مع بعض نحط عليهم بقى. خليني بقى نفتح كده شويه نحط ابيض، ادي واحد اتنين تلاتة ابيض. انا هقفل الدور زي ده بالظبط سداسي على تلاتة، يبقى انا ادي معايا تلاتة ابيض على التلاتة اللي قلنا عليهم. بعدي هي حطوها شبيهها بايه، الوردة دي للوردة دي، هعدي من قلب الدايرة وارجع في اول خرزة تقابلني اهم كده، دي الستة. طيب اول مرة العدد هنا ثابت، اول مرة انا حطيت تلاتة، من التانية قبل الأخيرة هحط اتنين بس، ادي واحد اتنين واقفل الوردة، من الوردة للوردة على طول، من الدايرة للدايرة. أنا لو أنت عشان إيه ما تتلخبطوش، بسم الله برضو نفس الاتنين تاني واقفل برضو، بعدي من قلب الدايرة. اللي ما جربش الطريقة ديت بصراحة فايته كتير، بفضل الله بفضل الله، طريقة جميلة جدا جدا وسهلة، هتوفر في الوقت وفي المجهود وفي الخيط. عدي من قلب الدايره نفس الاثنين بتوعي اهم ثابتين، اخر واحده هحط خرزه واحده بس، واوصل اول دايره باخر دايره. انا وصلت هنا، انا قفلت الدور ده، اللي بعد كده هتشتغل رباعي
على واحد. انا مش حابة احط اسود خلاص في الفانوس. تاني. تلاتة رباع على واحد، يعني تلات خرزات. هقفلهم على خرزة واحدة بس. اهي. الطريقة ديت انا منزلة ليها فيديو كامل بشرح فيها طريقة الفتلة الواحدة لعمل المجسمات لأم سارة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول واحدة حطيت تلاتة، يبقى من التانية لقبل الاخيرة طالما العدد بتاعي ثابت رباعي على واحد يبقى هقل خرزة، واخر واحدة بقل خرزة كمان. اول واحدة حطيت تلات خرزات، من التانية لقبل الاخيرة هحط اتنين، واخر واحدة هحط واحدة. سارة لو سمحتي جهزي الميزان عشان هوزن لكم الفانوس. اهي حبيبتي على الترابيزة دي، في حجارة على الترابيزة اهي. عايزة اوزن لكم الفانوس برضو عشان الفانوس ده هتشتغليه بباقي الخرز، يعني بياخد خرز بسيط جدا، ولو عملتيه بمقاس 6 بيبقى بقى احلى بكتير من 8. بس انا عملته بس ب 8 عشان يبان، عشان يبان في الكاميرا 6 صغنطوط اهو. اخر واحده هحط خرزه واحده بس، ولكن استني هنشيل الخرزه دي تاني. هقول لك تكه بسيطه بقى هنا كده عشان تضمني ان الايد بتاعتك لما تشتغلي الفانوس ما تتقطعش بفضل الله بفضل الله. اخر خرزه انا طلعت منها دلوقتي، انا فاضل لي واحده لسه ما قفلتهاش، هحط الايد بس مش هحطها كده، لا هعدي في خرزه الاول اللي قصادي على طول بالعرض، واحط عدد الايد اللي انا عايزاه. مثلا هحط واحد اسود واثنين ابيض، والحلقه مش الحجاره مش قده. طيب يبقى هنكتب لا اله الا الله، هكتب الوزن بتاعه في صندوق الوصف باذن الله لما اوزنه. وادي واحد كمان. بصوا انا حطيت اي حاجه انت عايزاها، عايزه تحطي تلاتة في الناحيه، عايزه يعني ستة، يعني عايزه تحطي خمسة، عايزه تطولي اكتر براحتك خالص. انا حطيت العدد بتاعي، بديت باسود اتنين ابيض الحلقه، اتنين ابيض واحد اسود. هعدي بقى، بصوا الحته دي انا عديت في خرزه واحده كده ليه؟ عشان الخيط يطلع من الجنب، لانه لو طلع بالطول كده الايد هتلوح معاكي. خلاص متاح قدامك اختيارين بقى، يا اما تعدي من قلب المكان اللي هتقفلي فيه وتعدي في كل الخرز ده وترجعي لهنا تاني، او اني اعدي في الخرزه دي كده خلاص اهي الايد. بس انا شايفاها ان هي صغيره، بس مش مشكله، انا كده كده ممكن افكه اصلا تاني، واحط الخرزه الاخيره بتاعتي كده بفضل الله. تضمني ان الايد مهما حصل مهما حد شده مش هتتقطع ابدا بفضل الله، يعني اهو. واعدي وارجع في الخرزه اللي انا لسه حطاها دلوقتي، شايفين؟ اعدي بقى تاني كده زياده تثبيت. انا كده كده بصوا الفتله معايا خلاص هي هتخلص، للاسف انا ما قستهاش، انا كده كده الفتله معايا. طب اعمل زياده تثبيت اكتر ايه؟ اعدي في الايده اهي تاني، وهعدي في الحلقه. الخيط انا شغاله بابره عشان الابره هتسهل عليا كتير قوي، الابره دي بيخش فيها خيط 70 حتى، يعني مش تقوليش انت معديه الخيط ازاي. بدخل حرفه بس، بعضعض بتك على حرف الخيط بسناني وادخله يدوب في حته كده بس شويه في الابره وخلاص على كده. انا كده الفانوس بتاعي تمام. هتقولي طب انت حطيتي الايد ازاي وهي اصلا خمسه، ناحيه فيها ثلاثه وناحيه فيها اثنين؟ عادي اعمليه سته، اصل ده مقاس ثمانيه، فانا لو عملته البدايه سته يعني ايه؟ لو عملت دي 12 هيديني سته، لو عملته 12 هيبقى كبير قوي، فانا عشان كده خليته اصغر. عديت خلاص تاني، وعديت كمان واحده، وهلضم لضمه واحده كده بس، اطلع بس الابره شويه اهو. هلضم ازاي؟ هعدي كده المكان اللي انا واقفه فيه، بعدي بسم الله، والخيط عمل دايره، بروح معديه تاني في الدايره دي بالابره وشد. خلاص كده سربي بقى الفتله بتاعتك، يعني عدي في كام خرزه وقصي الخيط بتاعك. بسم الله خلاص كده خلصت. بسم الله الرحمن الرحيم، قصي الفتله بتاعت البدايه، وادي الفانوس معانا اهو بفضل الله، جميل جدا جدا، مشروع جميل بفضل الله. اسعوا يا جماعه، اشتغلوا اسعوا، اعملي حبه فوانيس وانزلي على المحلات اعرضيهم، باذن الله باذن الله هيتباعوا معاكم. هاتوا خرز طبعا تكلفه العاليه ديت، مش شرط يكون مستورد، المصري ما شاء الله جميل جدا جدا، اشتغلوا بمصري. بصوا فرق المقاس بين ده وده، بصوا ده قد ايه وده قد ايه، حطهم لك كده جنب بعض، ده اطول من ده عشان الخرزه دي 8 ودي 8، بس دي بتاعت اكسسوار. الفانوس جميل ولذيذ خالص خالص بفضل الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، باذن الله باذن الله هكمل لكم كميه فوانيس ميداليه تعملوا منها مشاريع، وربنا يرزقكم يا رب، اللهم امين، يرزقنا واياكم.
ويا رب فك كرب كل مكروب مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، واشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.